سيداتي وسادتي، مساء الخير. حلقة جديدة من حلقات برنامج مع الأحداث. هنتكلم النهاردة على كل الأحداث اللي حصلت الأسبوع ده، ودي أحداث كتيرة، بعضها كويس ويجلب السرور، في وسط أحداث أكتر سيئة جدا وللأسف يعني مثار غضب وزعل للمصريين جميعا وخصوصا الأقباط. نتكلم الأول في زي ما بنعمل في بداية كل حلقة، نتكلم على دعم الإعلام. الإعلام القبطي هو اللي هيفيدنا في الفترة اللي جاية دي، وإحنا كل يوم بنشوف الدولة بتضع يدها أكثر على الإعلام وبتوجه الإعلام، وده دلوقتي بقى الناس اللي بتطلع الحقيقة جزر منعزلة وعددها بسيط جدا، فده أدعى إن نخلي الإعلام بتاعنا تملي بره بعيد عن سيطرة الدولة، ودي مسألة حياة أو موت زي ما قلنا قبل كده، إن إحنا ده جزء أساسي من الفاونديشن اللي المفروض نعمله كأقباط، وده هينفع مش لأقباط بس، هينفع لأقباط والمصريين كلهم، لأن في مصريين كتير جدا بيشوفونا دلوقتي، وفي ناس كتيرة مستمتعة بالبرامج ومستمتعة باللي الحقيقة والحاجات اللي بنطلعها اللي هي احنا مسؤولين عن صحتها. فنرجوكم دعم الإعلام لأنه جزء من الخطة بتاعت نهضة مصر، مش مشروع النهضة بتاع الأخ مرسي، لا، مشروع النهضة المصرية الأصيل زي نهضة 19 وزي نهضة محمد علي وزي نهضة العصر الحديث كله. عايز أقول شوية أخبار كويسة أقولها الأول. قداسة البابا هيصلي كل يوم حد في المرقصية، وهيرسم كهنة وأساقفة جداد، ومن هنا بنشدو إن في قارة بالكامل فيها عدد قليل جدا، وفي بلد كبيرة جدا تاني بلد مساحة في العالم اللي هي كندا ما فيهاش أسقف واحد، بلد يعني تستحق 4 أساقفة لو اتقسمت بالعدل والقسطاط لأنها واسعة جدا وفيها عدد كبير من الكنائس وعدد كبير من الشعب. فبنرجو قداسة البابا وبنشدو انه كفاية قوي لغاية دلوقتي سنين ويام الأقباط موجودين في كندا من السبعينات، ومع ذلك لغاية النهاردة ما عندناش أساقفة. بنناشده كمان ان الأساقفة يعني يكونوا من ناحية اللغة والكلام ده، يعني طبعا احنا واثقين من المحتوى الديني ومن الورع ومن القداسة، بس نقطة مهمة ان يكون عندهم لغة، لان الكنيسة في كندا هنا كنيسة نشيطة وكنيسة واصلة لغاية الحكومة، ورئيس الوزراء بيجي الكنايس و الوزراء كلهم بيجوا، فعايزين حد يعني يقدر يتفاهم معاهم ويقدر ياخد ويدي، بحيث ان احنا ندعم المجهود اللي عمله العلمانيين مش ننقصه. طبعا اعذرني في الكلام ده، بس يعني خلينا واقعيين عشان ما بترسمش اسقف كل يوم،
للمنطقة. ودي احنا قاعدين من السبعينات لغاية 2013 اهو ما عندناش. فبنناشد قداسة البابا انه يحاول في اقرب فرصة انه يعمل لنا عدة اساقفة حسب اتساع القارة. يعني هي قارة لوحديها، كندا شبه قارة يعني. وده كلام يسعدنا جدا، انه هيعمل عظة اسبوعية كل يوم اربع، وهيرسم كهنة جدد لان الكنيسة بتنمو وبتكبر. وبنناشد كل الكنائس انها ترجع للي مكتوب في الانجيل: ويل لي ان لم ابشر. كان في فترة تم تجميد التبشير في الكنيسة، وهذا كلام ما نقدرش احنا نتحمله، ما نقدرش نتحمل ان احنا نخالف تعاليم الانجيل. احنا شفنا ان كان في فترة لما حاولوا على الجواز الثاني والطلاق وتسهيل الطلاق والكلام ده، قداسة البابا وقف، المثلث الرحمات وقف وقفة قوية جدا، ورفض تنفيذ أي حكم لأي محكمة يخالف شريعة الإنجيل. فبالتالي من نفس المنطلق إن إحنا ويل لي إن لم أبشر، ودي موجودة في كذا جزء من الإنجيل. هدف وجود المسيحية في مصر التبشير، وإحنا لما نبشر على عكس الكلام اللي بيتقال ده كله. في ناس كتيرة مستنية البشارة، والبشارة هي الخبر المفرح. البشارة ممكن تكون بطرق عديدة. يعني أنا بشكر كل القنوات القبطية اللي موجودة في الخارج إنها بتعمل الجزء بتاعها، بس فاضل الجزء اللي جوه يا جماعة. ده مهم جدا، الاحتكاك بالناس وإعطاء الرسالة الصحيحة عن المسيحيين. يعني دي نقطة مهمة، يا ريت نحط لها قواعد ونحط لها ونكون أقل خوفا وأقل، لأن الله هو اللي بيحط على لسان الإنسان الكلام اللي المفروض يقول بيه، والكلام ده من نص الإنجيل. فليه خايفين؟ إذا كان بيقول ناقشتكم على كفي، ناقشتكم من يمسكم يمس حدقة عيني. إحنا علينا الجزء ده، فمن المفروض نعمله. عايز أتكلم في شيخ، أوكي، عن في شيخ اسمه الشيخ العريفي، عاملين له زيطة وزمبليطة، جاي من المملكة العربية السعودية. الراجل ده راجل سلفي متأخر، راجل سلفي مخرب. هقول لكم جزء من الأعمال اللي هو بيفتخر بيها. هو طلب، وطلب شديد من الحكومة السعودية، منع خلوة الأب بابنته. الراجل يشك في إن الأب ممكن يعمل علاقة بابنته، فرافض تماما. قال لك الراجل ما يقعدش مع بنته الا في وجود زوجته او وجود حد تاني تالت، يعني حد كبير في السن. شوفوا يعني ده المسج اللي بيديها للسعوديين: منع الخلوة بين الاب وبنته. الراجل ده استنكر وطالب بشدة بمنع السعودية من ممارسة رياضة، السعوديات ما تمارسش رياضة، وكان بيعت واحدة للاولمبياد الاخراني. قام وعمل دوشة جامدة جدا في الموضوع ده، وطبعا ما سألوش فيه. عنده فتاوي تشجع ضرب النساء ويحرم مصافحة النساء. فالراجل ده يعني جه جامع عمرو بن العاص، واتعمل له السلفيين والإخوان عملوا له ما لا يعمل، وخلوه يعمل محاضرة في جامع ابن العاص، عمرو بن العاص في مصر، ويافطات ترحيب ونقلوها على الهوا واستضافات. ايه المسج اللي جايبها لنا الشيخ العريفي؟ هل عايزنا نمنع خلوة الأب بابنته هنا؟ هل عايزنا نمنع السيدات من ممارسة الرياضة؟ هي دي المسج بتاعته. هل بيشجعنا على ضرب النساء؟ اهو هي دي المسج اللي جايبها. فمن فضلكم صحصحوا يا مصريين في غزو فكري ليكو. وفي الراجل جاي يعني المملكة العربية السعودية بعتاه عشان يرد على زيارة أو التقارب الإيراني المصري، وبيوعد بمساعدات وحاجات. فهل هيشترونا زي ما اشترتنا قطر؟ أنا مش عارف. طيب معانا تليفون، مساء الخير، اتفضل يا باشمهندس إيليا. خير يا أستاذنا، كل سنة وأنت طيب.
وحضرتك طيب اتفضل، اهلا بيك. أهلا. في موضوع أنا بقولها لك بأمانة، أنا سعيد جدا إن الأغبياء اللي حضرتك بتتكلم عليهم الشيوخ دول هم اللي بيحكموا مصر أو القرود، لأنهم يقودوهم أو يقودوا الإسلام والمسلمين للهلاك. فأرجو من حضرتك يعني إنك أنت ما تقفش في طريقهم، يعني أنا لو مكانك أنا أديهم تسقيفة وتشجيعة وأقول لهم احكم المسلمين أكتر وأكتر، واتمنى ان دوت يحدث. الحاجه الاخطر من كده، لمدة قد ايه قبل ما يفتصوا الناس يا باشمهندس؟ لان دول لو حكموا 10 سنين بس هتتحول مصر لكوكب قرود. فيعني حضرتك لو حطوا ايديهم بالكامل ولا 100 سنة تعرف تشيلهم. المسألة دي سلاح ذو حدين. احنا خلاص هم دلوقتي اتحرقوا من المصريين وعرفوا ان ما عندهمش حاجة، يعني ما ندهمش اكتر من 6 شهور سنة، انما لو اديناهم 5 سنين مثلا عوضك على الله مش هتعرف تقوم مصر من جديد، هتكون انتهت يعني. لا يا دكتور، الحريقة لازم تنتهي. انت قلت انهم يحرقوا مصر، الحريقة لما تنتهي تبتدي الموضوع من جديد. اذا انهم دلوقتي بيقودوا المسلمين للهلاك، يعني ان كلامه صراحة، لو الاذكياء المسلمين هم اللي حكموا، الاسلام هيستمر في تقدم وهيستمر، هيبقى الى ما لا نهاية، لان الدكتور اللي بيعرف يعمل عمليته ينجح فيها وينجح ويخلي المريض يرجع مرة أخرى، ولكن الأغبياء دول هم اللي بيعملوا العملية يقودوا الإسلام والمسلمين لفين؟ من الطبيعي جدا للهلاك. إذا يجب إن إحنا حكونا معاهم يا باشمهندس، يعني احنا قاعدين على نفس الارض، احنا ملناش حي وهم حي، ولا لينا عماره وهم عماره. دي يعني الجوع لما يجي هيجي على الناس كلها، طيب بص القطع الايد والرجل هيجي على المسيح قبل المسلم، يا دكتور، الاسلمه الاجباريه هتيجي على الجميع، كل الليبراليين دول هيتقتلوا ولا يهاجروا ولا يعملوا اي حاجه. فمشكله هتبقى دي على الناس كلها. يعني انا شايف انهم بانوا قوي لدرجة ان احنا لازم نبتدي بقى نشتغل، لان الشغل ده عشان تقلبهم، وهم دلوقتي واخدين 70% من الدولة، ممكن في امل في كام سنة، انما لو استنيت لغاية ما ياخدوا الدولة بالكامل وتغرق بالكامل، دي هتبقى خلاص زي حاجة اتبلعت في بطن كوبرا، هل بتقدر تطلعها من البطن او بطن تمساح؟ خلاص انتهى امرها، يا دكتور، مجرد ما عملت سلمت الروح خلص الموضوع، وهم ده اللي بيعملوه دلوقتي. الإسلام هو عبارة عن سرطان، ولما تيجي تعالج السرطان حاجة من الاتنين، يا إما يتم بتره يا إما بتعطي المريض مسكنات علشان ينتهي، وهو دوت اللي بيحدث. السرطان اللي من وجهة نظري اللي هو التخلف العقلي والتخلف الفكري. مصر خلال السنين اللي فاتت من 52 حتى الآن هي عبارة عنها بتاخد مسكنات. جه الوقت ان دلوقتي ان الحريقة تصل الى ما لا نهاية، ولازم يبتدي مصر من جديد. مصر قبل 52 المسيحيين هم اللي قادوا مصر لعملية النمو الثقافي والعقلي، لما تكلا وغيره، لما ده عملوا جرنان الاهرام وغيره وغيره. الاقباط قاموا بثورة علمية في مصر، خدوا مصر وصعدوا بها مرة أخرى. الشيء الغريب إن إحنا خايفين على مصر أكتر من أي شيء آخر، ولكن أنت كدكتور، مصر محتاجة عملية جراحية. العملية الجراحية من وجهة نظري إنك أنت تبت أو تخلي السرطان دوت ينتهي وتبتدي من جديد. هذا المشكلة المريض اللي عندك الدكتور اللي ماسك العملية ده اخوانجي، والاخوانجي ما بيعرفش غير البتر والقطع وقطع الرقبة والرجل من خلاف والكلام ده، فيعني هيعمل لك عملية ينجحها ازاي؟ الشعب لسه يعني ابتدى يفهم موضوع الاخوان دلوقتي، ويعني نسيب له، حرام ان احنا نسيبهم يقضوا على الشعب. هتستورد شعب جديد بقى ولا هتعمل ايه؟ مش عارف. لا يا دكتور، الشعب المصري شعب خلاق بطبيعته. يعني اللي بيحصل خلال الأشهر اللي فات، من قيمة 3 أسابيع مصر طبعت 1.3 مليار جنيه مصري. اللي بيحصل إيه الفرق ما بين مصر وإيران؟ يعني الثورة الإسلامية السنية اللي موجودة حاليا
متشابه الى حد فظيع جدا مع الثوره بتاعت ايران، ولكن امريكا ابتدت تعمل حصار اقتصادي على ايران دلوقتي بعد يمكن اكتر من 30 تقريبا 30 سنه. ولكن مصر حاليا في موضوع حصار اقتصادي رهيب جدا. يعني الثوره الاسلاميه اللي طالعه ما فيهاش مراكز النمو النهائي، فيها مراكز الموت. يعني الجنيه المصري، الدولار الامريكي حاليا بعد عمليه الطباعه 1.8 من 10 مليار جنيه مصري يساوي 7 جنيه و60 قرش. تخيل الانهيار الاقتصادي اللي هيحصل بعد 3 شهور، بعد 6 شهور، بعد سنه. معنى كده ان الثوره الاسلاميه او امريكا حطت الثوره الاسلاميه ديت في مكان ما فيهوش اكسجين نهائي. اذا الشيء اللي مطلوب ان احنا نعمله ان نخليهم يدوهم الفرصه انهم يحترقوا من داخلهم. هو احنا مش في ايدينا حاجه حاليا، احنا بس نعمل اللي علينا في 25 ونشوف الاوضاع تمشي ازاي. يا طيب انا دكتور عندي ما كام تحطش خبر كده، امل على خليك معانا 25. يا باشمهندس، هنعمل كام خبر. في اخبار، سرقت اسم رود الفرج. اسم رود الفرج اتسرق، يعني تخيلوا، ده من الاسامي الكبيره جدا في مصر. اتنين بندقيه آلي اتسرقوا. وفي كمان خبر تاني، سطو مسلح على سيارة قوات مسلحة كانت بتملى بنزين، فجم ناس ملثمين ورفعوا الواد السواق والتاني اللي راكب معاه ونزلوهم العربية وخدوا العربية ومشوا، عربية قوات مسلحة. الخبر الثالث، الأهالي هاجموا منطقة آثار دهشور واستولوا عليها وقسموها بينهم، وبنوا حاليا، بيبنوا عليها حاليا منطقة الآثار، وحطوا يفط عليها بأساميهم، وقايلين لأي حد يتعرض لهم مفيش غير ضرب النار، سواء شرطة أو جيش هو ايفر كام. فثلاث أخبار يعني بيبينوا إن الدولة شبه انتهت. يعني في تعليق من الشاعر الكبير احمد فؤاد نجم على الشيخ السعودي اللي جه مصر، اللي هو الشيخ العريفي اللي اتكلمنا عليه، بيقول اديني دقن بلا ضمير اديك مهابيل. احنا عارفين الشيخ العريفي اللي منع خلوه الاب ببنته ومنع مصافحه النساء وشجع على ضرب النساء لتربيتهم. في خبر بيقول ان ست عندها 22 سنة بنت اضربت عن الطعام في العراق، فهنسأل ليه؟ البنت عايزة تتجوز، فعملت اضراب عن الطعام لغاية ما يلاقوا لها عريس وتتجوز، لان اخواتها مش عايزين ياخدوها، واعتقد ان ابوها اتجوز واحدة تانية وامها اتجوز واحد تاني، والبنت دلوقتي قاعدة في دار رعاية وعاملة اضراب عن الطعام لغاية ما تتجوز، اسمها شيماء. في خبر من كريستيان دوجما بيقول ان خيرت الشاطر اتجوز من واحدة سورية، بنت صغيرة 16 ولا 17 سنة اعتقد، من السوريات اللي راحوا اللاجئين، اتجوزها في 23 أغسطس 2012، حد يحسب معايا، وأنجبت له سعد في 3/1. أنا قعدت حسبتها كده لقيتها 4 شهور ونص. فالراجل اتجوز في 23 أغسطس 2012 وأنجبت له سعد في 3/1، يعني بعد 4 شهور ونص بالظبط. يعني هل ده مشروع نهضة ولا إيه؟ مش عارف. يعني أول مشروع نهضة ينجح في تسريع الإنجاب في 4 شهور ونص، ولا ده بيصدق عليه النكتة بتاعت الراجل أبو العبد، هنقول عليه أبو العبد مش هنقول عليه على حد تاني، لما اتجوز وبعد 4 شهور ونص مراته ولدت، فخد السلاح وعايز يقتلها. بعد 4 شهور ونص تجيبي لي عيل؟ قالت له حيلك حيلك، أنت ما بتعرفش تحسب. أنا أنت اتجوزتني من إمتى؟ قال لها 4 شهور ونص. قالت له وانا اتجوزتك من امتى؟ قال لها 4 شهور ونص. قالت له خلاص يا اخي 9 شهور اهم، عايز ايه؟ راح اعتذر وبس راسها. فهنشوف بقى ان شاء الله الاخ خيرت الشاطر هيعتذر ويبوس راسها ولا هيعمل ايه.
تيمنا بإنجاب سعد. طيب يا باشمهندس ليا، عايزين نكمل في المناقشة. هل رأيك التحالف اللي موجود حاليا بين أمريكا والإخوان هيسفر عن إيه في الآخر، يعني في ضوء تصريحات عصام العريان بترحيبه بإعادة اليهود، واللي هتدبسنا على طول ما صدقوا اخواتنا اليهود يسمعوا الموضوع، فبيجهزوا الورق بتاعهم على انهم يطلبوا 30 مليار دولار تعويض عن ممتلكاتهم اللي فاتت، وفي نفس الوقت رفضوا تماما انهم يرجعوا مصر، يعني عايزين فلوسهم وما يجوش. وبعدين انت تعرف ان اليهود اللي طلعوا من مصر ما راحوش اسرائيل، معظمهم راح فرنسا وراح امريكا. فواحد كده بالعقل، يعني طوابير واقفة قدام السفارة الأمريكية تاخد تأشيرة من المصريين، هل واحد إسرائيلي عبيط هيرجع هنا؟ هيجي يرجع يعمل إيه؟ إذا كان مفيش، يعني الراجل الزعيم بتاعهم قال إذا كانت المجاري ضاربة ومفيش شغل والناس ساكنة في المقابر ومفيش أكل ومظاهرات كل يوم ومفيش أمن ولا أمان، طب هرجع أعمل إيه؟ إيه رأيك؟ يا دكتور، أهم حاجة هل يا ترى لما يرجعوا يستردوا ممتلكاتهم ولا لأ؟ لا، هم هياخدوا تعويض لان الممتلكات دي اتنقلت من ايد لايد، ودلوقتي في يعني اتبنت عليها مراكز قانونية، فكل اللي طيب هياخدوه هياخدوا تعويض، طالبين التعويض، 30 مليار جنيه، 30 مليار دولار. طيب مصر حاليا بتطلب قرض من صندوق النقد الدولي ب 4.8 مليار دولار، ده هل يا يفتح ترى زور بالنسبة لهم بس، يعني 4.8، هم طالبين 30 مليار. طيب اذا دلوقتي اذا المطلوب ان مصر تطلب قرض كام علشان يعوضوا 30 كام؟ مليار، تطلب 35 40 مليار. طيب ده الجزء الاولاني. طيب والشعب المصري بعد 3 شهور من الان يموت. مش هيبقى مفيش فلوس يشتروا قمح، ما ايوه. فيش فلوس يشتروا قمح، قيمة الجنيه المصري هتوصل في حدود من 18 ل 30 جنيه في نهاية السنة دي، يعني مصر ربنا يستر. ممكن انها تعمل زي على فلاسة التليفون زي يا تونس. باشمهندس بعد اذنك. الو، مساء الخير. اتفضل. الو، مساء الخير، مين معايا؟ انا اختك لوريس يا دكتور، اهلا بحضرتك، اهلا اتفضلي. بيك. الحقيقة كنت عايزة اقول لك ان قلبي واجعني وخايفة من يوم 25، ما لكن هو احنا ما كتبت. عندناش تشويس تاني يا مدام لوريس. طيب احنا هنعمل ايه؟ هل نسيبهم خلاص لا مين قال كده؟ يفقصوا انا البلد بالكامل؟ طب هنعمل ايه؟ ايه كتبت لهم الخطة شعر، بتاعتك او مقترحاتك؟ كتبت لهم شعر هيعجبك، يعني او ما اعرفش يعجبك ولا لا، بس هقوله لك. اتفضلي. بقول خطة مكشوفة للمفكرين، وضاع الاسلام الطيب اللي عايشناه سنين، معتدل وفي حاله ولا فيش إكراه في الدين. وانتم ايه خططكم بعد سرقة البلد يا متدينين؟ طبعا سرقتوها بالرشوة للغلابة المحتاجين، وناويين على ايه يوم يناير 25 بعد تحريض بداعكم على القتال يا مجاهدين؟ أفكاركم دموية بعد ما دفنتم العقل في الطين، فاكرين نفسكم انتم وحدكم في الدنيا مؤمنين، وباقي مخلوقات الله زبالة خنازير كافرين، وعملتم من نفسكم انتم بس ايد الله اليمين، وحيذبح على ايديكم باقي كل البني ادمين. من غيركم ما يقدرش يقضي على الخاينين، الحقيقة الخدمة دي مش ليه، دي للشياطين. والخطط في الضلمة طاعة مطلقة مغيبين، ما هو المستوى بقى عالي للحكم واصلين، فاتكم الحق وإيه يعني الوطن مخدوعين. الله رسم للبشر يكونوا أديان كتير مختلفين، عليت انتوا عنه شوية، لابد الكل موحدين، والباب ليكم كبير مفتوح ضلفتين واسعين، وبالتقية يجوز ليكم الكذب طول السنين. غلطانين هو بالدم يرضى رب العالمين، وخططتوا لشباب يناير يرجعوا مغلوبين بوزير داخلية إخوانجي ويظهر للعينين، وتضمنوا الضربة القاضية في المتين،
ودي صدفة طبعا قبل الميعاد ب20. جه أعلن قوة الحديد لمن يمس مواطنين، والحقيقة قصده لمن يعترض على المسلمين. ترتاحوا من ثورة ميادين وتستودوا سنين، وإيه يعني موت شوية شباب مصريين؟ أموات أو عهات خليتوا إيه للشياطين؟ هي شوية دموع من أمهات بوجع وأنين، من خير أم أخرجت للناس يا ظالمين. أمال يبقوا إزاي الأشرار القتل المجرمين؟ وشايفين نفسكم أنتم بس الناس الكويسين، صعب وصفكم يا سبب عذاب مجروحين. اقتلوا الشباب واستعدوا لثورة الجائعين، عليم الله وحش الغابة أرحم عنده حنين، وحيصيد مكيال شركم في قدام الله انتو مين. في الآخر ليكم مفاجأة، لا جنة ولا حور عين. دور على الحق بنفسك من كتابك يا مسكين. الإمضاء مصري موجوع القلب على بلده حزين. أشكرك جدا جدا، حاجة جميلة جدا، بس عايز أسألك سؤال. تفضل. طب حضرتك خايفة من 25، إيه البدائل اللي موجودة قبل ما يبلعوا البلد بالكامل؟ إيه البدائل اللي في تفكير حضرتك؟ الركب الجماعية والدموع. أيوة ده طبعا أساسي، ومعاها إيه بقى الشغل نفسه؟ إيه مع الصلاة؟ ده اللي أنا حيلتي، ما عنديش فكرة تانية، لأن هو الصلاة الناس حتى تحرك. يعني مش يعني حضرتك مش هتقدري تنزلي تمسكي سلاح او تقدري تنزلي وتقاومي او تعلني اي حاجه، انما اولا قلتي شعر اهو، ده كلام كويس جدا يعني، وكلام يدخل القلب على طول، زائد الصلاه برضو يعني حاجه اساسيه ومطلوبه، يبقى بنمزج العمل بالصلاه ده وده، وكل واحد على حسب الوزنات اللي عنده. أنا رأيي إن محدش ييأس، ما يزهقش، ما يتعبش، ما يملش، يكافح، يستمر. ده صوتي لكل واحد، اوعى تيأس، اوعى تتعب، اوعى تتراجع. ما دام ابتدينا حاجة لازم نكملها. ده هو ربنا بيدي دروس في الكتاب المقدس من زمان، من ساعة ما خرج موسى وشعب إسرائيل من بالظبط. مصر بالضربات، خلاهم يتحركوا وخلاهم يروحوا لفرعون ويطلب منه كذا مرة، ويعني بيعمل جزء من الشغل، وبعد كده الشغل الكبير بقى وشق البحر والمن والسلوى والدخول وهدم اسوار اريحه، حتى في هدم اسوار اريحه قال لهم لفوا 7 مرات عشان يبقى عندهم دور يعملوه ايوه في الموضوع بتاع الراجل المفلوج اللي نزل من السقف، قال لهم عشان ايمانكم انكم نزلتوه من السقف عشان الزحمه هشفيه، والراجل العازر قال لهم ده احرجوا الحجر، ففي جزء على الناس لازم تعمله مع الصلاه، لازم في جزء ايجابي، لازم لازم تشغل الوزنات اللي عندك، واتيفر الوزنه اللي عندك شكلها ايه، مش كل الناس بتعرف تتكلم، مش ايه ده كل بقى الناس يا بتعرف تكتب مقالات، مش كل الناس بتعرف تعمل شعر، بس في ناس ممكن تنزل، ناس ممكن تدعم الاعلام، ناس تقول افكارها ايه، ناس تنزل المظاهرات وهكذا، يعني حسب عارف. الوزنات اللي عندنا، انما نقعد ساكتين ونبقى حزب كنبه لا ما ده حدش مش قال كده، هيوصلنا لاي حاجه. انا انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا. طيب باشمهندس ايليا نكمل الكلام؟ مع حضرتك، بس خلي بالك من حاجة واحدة يا دكتور. العالم عبارة عن أسماك كبيرة وأسماك صغيرة. أنت قلت وكررتها يبلعوا البلد. أنا متأكد بعد كده في حاجة كبيرة أوي هتتبلع. يعني مصر مر بيها الهكسوس ومر بيها العثمانيين والأتراك، وآخر خيبة الإخوان المجرمين. ولكن ما تخافش على مصر. مصر خلال آلاف السنين مرت بحاجات كتيرة جدا، ولكن حجمة القروض الأخيرة هي ديت اللي هتبقى هتحول مصر من عصر لعصر، لأن الشعب هينتفض علشان ثورة الجياع. لو نتكلم صراحة، حسني مبارك لو كان مستمر كانت مصر على طول بتتقدم، أو مصر كان بتاخد حقن مخدرة
وتستمر مصر إسلامية، ولكن مجرد إن جه واحد إسلامي وماسك البلد إسلامية، الشعب هيتقلب على الإسلاميين. الشعب لما يمر بمرحلة جوع رهيبة جدا واللي ماسك الحكم إسلامي، يبقى الشعب هيتقلب على الإسلاميين نفسهم. وهو دوت العالم كله بيترقب الأحداث. الانهيار الاقتصادي لمصر قادم لا محالة. يعني تركيا حطت 500 مليون دولار وديعة، والإمارات حطت ومعرفش إيه. مصر سفينة كبيرة فيها 80 مليون جائع، والاقتصاد بينهار بوتيرة فظيعة جدا. بعد 3 شهور الحكومة المصرية الإسلامية ما عندهاش فلوس تشتري القمح. بعد 6 شهور هيحصل إيه؟ واللي ماسك الحكم إسلامي. يعني دلوقتي مرسي بيطلب من إيران، يعني إيران الأكبر عدو لأمريكا أو لإسرائيل، بيتحدوا مع بعض تحت رعاية أمريكية، لأن عارفين الورقة بتاعت مرسي ورقة محروقة لا محالة. الشعب مش هيقف قدام الجوع حتى ولو كان أبوه. مش حال بقى لو مرسي ما تخافش على مصر. المرحلة اللي جاية ديت هي مرحلة ولادة عسرة جدا جدا جدا، وزي ما اتقال في سفر أشعياء 19 هيحصل أشياء كتيرة جدا جدا. وأقولها لحضرتك، مصر داخلة على مرحلة ما حصلتش يمكن من أيام مينا موحد القطرين، لما وحد الجزء الشمالي والجزء الجنوبي. مصر هترجع ما قبل المرحلة دي. هيبقى فيها عدة دول، هيبقى فيها النوبة، وهيبقى الدولة القبطية والدولة الإسلامية وقطاع غزة والمرحلة الكونفدرالية. بالنسبة للنوبة، آخر أخبار جات لي إنهم عملوا قيادة عسكرية وميليشيات حاليا ومسلحين، في ناس نوبيين حاليا مسلحين وعاملين ميليشيات عسكرية تمهيدا لتكوين دولة ما بين النوبة من خط أسوان وكومومبو والخط ده لغاية السودان. ده الكلام اللي عندي، أنا ممكن أبعت فمش عارف يعني لحضرتك، المسج دي تروح لمين. ممكن أبعت لحضرتك إيميل فيها الخريطة اللي محطوطة من الكونجرس بالكامل عن طريق التقسيم، أو دول الشرق الأوسط الجديدة اللي هي معاهدة سايكس بيكو الثانية، الخرائط جاهزة لكل الدول العربية بالكامل. ولو أنت عندك وقت تتصل بي أبعت لك الإيميل وتصورها بالاختام، والرئيس شارون رئيس اسرائيل يحمل الخريطه ديت بنفسه، جيمي كارتر ومحد كارنيجي مطلع عليها، كل شيء متوضب له ومتحطط خطه مستقبليه لمصر. الدوله القبطيه ليها مكان ومحدد ومقسم موجود على الخريطه. الدولة الإسلامية أيضا، دولة النوبة، الاتحاد الكونفدرالي ما بين مصر الإسلامية وقطاع غزة والأردن والضفة الغربية، وكل الأشياء دي الخريطة موجودة يا بالفعل. باش مهندس، الخريطة حاجة والواقع حاجة، احنا مش عارفين نجمع 10 طبقات مع بعض برأي واحد، يا فالكلام ده دكتور، لسه مش وقته دلوقتي خالص. لا مش يا دكتور، هتصحى بكرة وتلاقي 10 طبقات اتفقوا على حاجة. لا لا ايوه، لا لا فلازم يا دكتور، الأول اللي بيحرك أي الشطرنج مش حاجة احنا. سواء نقعد في نفس البلد أو نقعد في حتة أو أي حاجة هتحصل، لابد إن احنا نعمل البنية الأساسية بتاعتنا الأول. احنا مش عارفين نجمع 10 تنفار يتفقوا على رأي واحد، 10 تنفار بيعملوا 11 رأي. يا فهي دي دكتور، المصيبة اللي عندنا، ان ما عندناش البنية الأساسية. فين مجلس الإنقاذ بتاع الأباط؟ مفيش. فين ممكن ارد التمويل؟ عليك لو مفيش. سمحت؟ احنا قاعدين ممكن ارد؟ نتكلم مجرد أحلام ومستنيين غيرنا، احنا مفعول به وليس فاعل، وده الشيء المحزن. احنا عندنا يا دكتور، امكانيات وعندنا عقول وعندنا خطة، ممكن نعمل خطط كويسة جدا، وممكن المرحلة اللي فيها الآلام الجامدة والجوع وثورة الجياع دي هتيجي على بوزنا احنا. احنا يا اضعف دكتور، حلقة فيهم، لان احنا مش مستعدين حتى ندفع ثمن ان احنا يبقى لنا مواطنة تامة. هي دي المشكلة.
لا يا دكتور فبما مش انه مشكلة، خطط لمصر لا التقسيم، يا دكتور فخلينا على الاقل نقعد مع بعض كمفكرين وكناس محترمين ونشوف ايه الامكانيه اللي هتحصل حتى على الورق. اعمل خطوط حمراء وخطوط خضراء على الورق، نعرف نعمل اي حاجه، نقعد مع بعض ننسق مع بعض عشان اذا حصلت المصيبه يبقى عندنا نطلع منها باقل خسائر. ممكن احنا أقول حاجة صارمين هنا يا دكتور لو السوق سمحت؟ ونركع ونعمل كل حاجه، انما في نفس الوقت الناس بتشتغل ل 50 و100 سنه قدام. امريكا عامله الخريطه دي من 30 سنه، الناس بتشتغل كده. ففين احنا واحنا ناس المفروض متحضرين ومعظمنا عايش في دول اجنبيه دلوقتي وعارف الاداره ماشيه ازاي والسياسه ماشيه ازاي. انا بناشد الناس انها تصحصح شويه. اسمح لي ان انا ارد على النقطه ديت يا دكتور، ممكن؟ اتفضل. اللي حرك مرسي والاخوان المسلمين اللي يوصلوا للحكم قادرين على تحريك كل قطعه الشطرنج يا دكتور. ولما بتتحرك قطعه الشطرنج بتتحرك في الوقت يعجبك المطلوب اللي تبقى هم مفعول بيك عايزينه. يا باشمهندس وناس هي اللي بتحركك؟ يا دكتور الاحوال السياسيه كل الناس احنا كلنا بنتحرك، مش بمزاجنا. ايوه مش بمزاج، اللي بس حرك انت لازم مرسي يكون عندك الحد الادنى انك مزاج الناس ده ما يجيش على ابوزك انت وما يجيش على حسابك انت. هي دي النقطة. احنا طول عمرنا بندفع ثمن وحدة مصر مع بعض، عدم تفسخ مصر لغاية النهاردة سبب العباط، لأن هم شالوا تمن الكلام ده، هم اللي دفعوه من دمهم ومن كرامتهم ومن بناتهم المغتصبين ومن أموالهم ومن حقوقهم الكاملة. كل ده ضاع على مذبح الوحدة الوطنية عشان تقعد مصر ما تتقسمش. إنما النهاردة الغالبية في كل حتة في العالم هي اللي تدل على الأقلية، احنا بنعمل العكس لأن احنا مش متفقين وما عندناش مصادر قوة نشتغل بيها. كل ما تجينا مصادر قوة بنخربها بإيدينا. هي دي النقطة، لازم يكون عندك أوراق تفاوض جيدة عشان تاخد أفضل شروط ممكنة، وإلا برضو الكلام ده والجوع والكلام ده يجي على دماغك. هما لما يجوعوا هيهاجموا على مين؟ هيهاجموا على أغنياء الأقباط وياخدوهم. يوم ما يلاقوش يتجوزوا هيعملوا إيه؟ هيجروا على بنات الأقباط ياخدوهم. الأراضي مش عارف إيه بتاع ثورة هيصة مفيش أمن، جري على الأديورة خد اللي عندهم، لا يا دكتور، والبيوت خدوا بناتهم. يا دكتور دوت يدفع الاقباط لثوره الاقباط، ده يدفع الاقباط انهم يقوموا بالثوره اللي ما تقامتش من ايام الثوره البلشفيه، من راجل ايام عندك ايه اكتر الباشموريه. من انا ان اسف، بناتك 14 سنة و13 سنة بيخطفوها، فين ثورتك دي؟ طب اذا في اكتر ان راح دوت قتل الحاجات دي ناس تدفعهم وقتهم للثوره يا الكامل، دكتور. في اكتر ان ما عندكش وظيفة تشتغل بيها وكل الناس الاغنياء اللي عندك طفشوهم، في اكتر ان اذا رفعوا الشبشب لقناة البابا مثلث الرحمات وشتموا عليه الشتيمة اللي هي واتسجن قبليها. يعني فين هي؟ بين يوم وليلة هنصور فين الثورة؟ فين لا لا الناس لا اللي بتحس؟ يا احنا دكتور، وضعنا يا دكتور محزن، الأحداث اللي ولابد بتجرى ان ديت، احنا نغير الاسلوب ونغير الاوضاع ونطلع شباب جديد وقيادات جديده وهم دول اللي يعملوا الشغل. للاسف انا بسحب ثقتي بكل اللي بيقول انه ناشط ابتي دلوقتي، مفيش حد عمل اي حاجه وانا اول واحد فيهم. انا بسحب ثقتي من الناس دي كلها وبدعو الناس النهارده في البرنامج ده ان يدوا الثقه للشباب. خلاص الشباب يمسك، شباب من المحترمين، شباب اللي محدش شايفهم، شباب من اللي عنده عمق سياسي ويقدر يشتغل. هم دول اللي المفروض النهارده نطلع الاجيال دي عشان دي اجيال مفيش خصومات بينها وبين بعض ومفيش مشاكل شخصيه وما عندهمش جنون عظمه ولا جنون ذاتيه ولا كم منها. ودخلوا العالم السياسي، جزء كبير منهم في مصر من الحركات الثورية في مصر، ماسبيرو وغيرهم وغيرهم. يعني لازم حان الوقت ان احنا نسحب الثقة من اللي ما بيعملوش حاجة وندي الثقة لغيرهم ونديهم تفويض، تفويض بحاجات معينة نتفق عليها. يا دكتور يا دكتور الاحداث اللي احنا شايفينها، اللي احنا شايفين في قطع شطرنج بتتحرك. اهم حاجه مين اللي بيحرك قطع الشطرنج ديت؟ لان اللي بيحرك قطع الشطرنج ديت بيحركها لمصالحها العليا. لازم ان احنا نتفق مع اللي بيحرك قطع الشطرنج، زي ما حرك الاخوان المسلمين يوصل لبقى ملك،
ممكن هو اللي يحرك قطعة الشطرنج لشيء معين، يقول له كش ملك. إذا هو المتحرك اداهم زي السلطه لانهم منظمين ومعاهم سلاح ومعاهم ومن 80 سنه شغالين. احنا ما ابتديناش الخطوه اللي هم ابتدوها في 28 سنه 28، ما ابتديناهاش لسه. احنا متاخرين 83 سنه عن الاخوان المسلمين. الامريكان مش عبط يدوا لحد حاجه ما يعرفش يمسكها ولا يعملها. انت مش قوه منظمه، هم قوه منظمه، فادوه عدوا الاسهل اللي قال لهم هحقق لكم مصالحكم. انت طيب فين؟ يا دكتور، انت فين في المعادله دي؟ السؤال افهمني ارجوك. هيدوك ايه وانت اصلا ما فيش اتنين قاعدين ومتفقين مع يا بعض؟ دكتور هيدوك ايه؟ انا اتفق معاك، افهمني. السؤال يقول يعني السؤال لما ادوا القوى المنظمه ديت لاحداث فوضى، ادوا القوى المنظمه ديت للاخوان المسلمين لانهم قوى منظمه لاحداث فوضى في مصر. الاخوان المسلمين قادرين على انهم يولعوا النار، ولكن مش قادرين انهم النار تحرق بيوتهم. اذا امريكا واسرائيل ادت القوى المنظمه ديت الاسلاميه لاحداث فوضى في مصر. ليه؟ السؤال هنا ليه؟ طيب ادت معانا القوى مكالمة المنظمه، تانية. ايوه ابن الرب اتفضل. مساء الخير، أهلا بيك. ألو، مساء الخير ابن الرب، مساء الخير. أهلا بحضرتك، اتفضل. هو انا الحقيقه بسال سؤال بس عايز اجابه واقعيه. أيوة. هو اللي بيحصل في الكره الارضيه كلها خارج عن يد الرب؟ اللي بيحصل في كل الكره الارضيه خارج عن يد الرب، ولا الرب بيسمح للشيطان باعمال معينه لان نهايته قربت؟ وبالتالي من فكر الإنجيل العام أقدر أعرف اللي بيحصل في مصر. المسيح قرر إنه يبيد الشيطان في العالم، والشيطان في الكرة الأرضية هايج وعايز يدمر الكرة الأرضية قبل ما المسيح يدمره. ليه بنخرج بره الإنجيل ونرمي الإنجيل ورا ظهرنا ونحلل الأحداث من اقتراحاتك وجهة نظر في العملية ايه الكونجرس؟ في ضوء ان نفس الكلام ده سمعناه في تجربة ايوب، نفس الكلام ده سمعناه في الحروب العالمية كلها، والرب لا يجئ بميعاد. الرب لسه الشواهد اكترها ما اتعملش لسه. فاذا كان حضرتك بتدينا مسج، فبقول لحضرتك مقترحاتك ايه. هل ننام ونستريح وخلاص مجيء الرب قريب وما نعملش اي حاجة ونسيبهم لان دي ارادة الرب، ولا مقترحاتك العملية ايه؟ ايه المسج بتاعتك؟ ولا حاجة. برافو عليك في السؤال. اللي أنا بقول عليه ربنا مش نايم، لكن الرب بيدعو كل إنسان بمفرده للتوبة. وأنا عايز أسأل حضرتك سؤال. أنت لما جيت عايز اقول لك أمريكا، بس على الحتة دي بديهية معروفة يعني، اتفضل استنى كمل. بس، ماشي. أنت جيت حضرتك أمريكا وبعدين لا قدر الله وأنت نازل من البيت مثلا، أو أنا نزلت من البيت، أنا كمسيح نزلت من البيت وحصلت لي حادثة عربية. أول سؤال بيخطر في بالي إيه؟ ليه يا رب سمحت بكده؟ أنا كفرد، وأنا واثق إن حضرتك أنت كفرد أي حدث هتمر بيه هتسأل ربنا وتقول له في إيه بالظبط؟ وإيه المسج اللي عايز تدهاني؟ ليه أنا ما بطبقش الحاجات الإنديفيديوال دي على كل أحداث مصر؟ مصر مطلوب منها ككنيسة تخرج بره القوقعة وتعلن حقيقة المسيح، وإن ما كانتش هتعلن حقيقة المسيح الخالق المتجسد، الرب هيفضل يضغط في الكنيسة لغاية ما تنفجر، لأن هو حضرتك عايز عايز اسالك سؤال. ما احنا المسلمين. قلنا الكلام ده في اول اتفضل. الحلقه ان التبشير ينقصنا. احنا لازم نبتدي نبشر لحاجتين، اولا نحقق كلام الانجيل، ثانيا نخفف الضغط. ده هيخفف مش هيزود الضغط. طيب انا هقول لحضرتك حاجه برضو، انا يعني خد معايا ودي. الناس بتطالب بقانون العباده الموحد. لو رحت للانجيل المسيح بيقول لي انا مش عايز قانون عباده موحد، انا عايز الجوامع تبقى كنايس. ليه يا رب؟ لاني انا خايف على المسلمين زي ما خايف عليكم. ففي رساله المسيحيين لازم يفهموها. الرساله دي
هي تبشير العالم كله بالخلاص والمخلص. أنا الكنيسة لما بوافقك تعمل تماما، كده، وعلى كل واحد ده الله مش هيجي إلا لما يتم التبشير بالإنجيل في جميع أنحاء المسكونة. لو انا كنا قريبك بنعتمد، لو بنعتمد على القنوات الفضائية وخلاص، لازم كل واحد يؤدي دوره، لأن الله مدينا وزنات. هو ما اداش في المثل، ما اداش زيرو وزنات لحد، ادى 30 و60 و100، او ادى وزنة ووزنتين وثلاث وزنات، فكل الناس اداها وزنات مختلفة طبعا في العدد لأن الإمكانيات مختلفة، إنما ادانا كلنا وزنات. جزء من الوزنات اللي لازم عشان نحققها ونربح هو التبشير. فليه طيب ده إن كلام، إحنا قاعدين ساكتين ومتقاعسين عن النقطة دي، مع إن دي هتحقق أهداف الإنجيل، هتحقق أمر الله لينا، هتخف الضغط علينا. كل ما الناس دي ترجع لعقلها بالتبشير، كل ما الضغط علينا هيخف، وكل ما هنحقق كلام الإنجيل. إيه رأي حضرتك؟ بص الكلمتين اللي انت قلتهم في الاخر دول هما مربط الفرس. ربنا مش هيرفع ايده عن الغضب الواقع، مش بس في مصر خد بالك، وعليا وعليك في الغرب. الغرب منهار، الغرب منهار وبين ايدين الشيطان بكامله. فربنا بص، اذا كان ربنا اختار في العهد القديم شعب اسمه شعب اليهود، لكن في الحقيقة ما طلبش من اليهود التبشير بيه، لكن النهاردة لو قلنا في شعب مختار من يد الرب فهو الشعب المصري المسيحي، وربنا هيضغط عليه في كل مكان لكي يعلن حقيقة الخالق المتجسد الذي أتى إلى خلاص البشرية من سلطان إبليس. وعلى فكرة ولا قناة من القنوات الدينية اللي في الغرب بتبشر بالمسيح ولا اللي جوه بمصر. لغاية النهاردة اسمع القداس، انا قبت على فكرة صميم ارثوذكسي، صميم ارثوذكسي صميم، عشان القداس يتقال بالقبطي والمسلم يقعد يروح يحول لقناة تاني لانه مش فاهم ولا كلمة. هل الكنيسة بقت عامية ان دلوقتي ما ينفعش نقول قبطي، عايزين القداس كله بالعربي عشان لما نقول يا يهوى العظيم الابد الذي جبل الانسان على غير فساد والموت الذي دخل، اروح اقولها بالقبطي للمسلم؟ هل هذا التخلف المسيحي الغريب؟ الشيطان ضربنا ضربات مرة والمسيح مضطر انه يستخدم العصاية زي ما استخدمها مع شعبه في العهد القديم مليون مصر، زي ما انت قلت كده. ده رفعت الضغطة دي لو بدأت خطة المسيح، انت قلتها بلسانك، مش هتترفع الضغطة دي غير لو الكنيسة والانسان المسيحي تاب وتابوا. انا هقول لحضرتك مثل واحد بسيط. في واحد في المنيا خطف زمان من حوالي سنة وطلب منه نص مليون جنيه باين، وفي الاخر دفع نص مليون جنيه، واحد مسيحي وفي الاخر دفع نص مليون جنيه، وفي احد القنوات لمدة تقريبا دقيقة واحدة جابوا الحفلة اللي عملها الراجل المسيحي المخطوف بعد ما طلع من الخطف بعد ما دفع نص مليون جنيه. انا راجل صعيدي وانت غالبا صعيدي، الراجل عامل حفلة تحطيب، جايب أصدقائه المسلمين والمسيحيين، وانت عارف التحطيب اللي هو اللعب بالعصاية، ايوه عارفه، وكأن الراجل ده، انا هقولها بصراحة، وكأن الراجل ده ما دخلش كنيسة طول عمره. بدل ما اشوف حفلة يشكر فيها المسيح يجيبها التلفزيون يجيب لي حفلة تحطيب. انا عرفت ليه الراجل ده اتخطف، انا عرفت ليه الراجل ده اتخطف للتأديب. فرق ما بين الاضطهاد والتأديب. ولكن نشكر مسيحنا الإله الحي القوي ان فعلا بيأدبنا كأولاد. لكن احنا على مر العصور اللي فاتت سيبنا اخواتنا المسلمين في الظلمة وهم راحوا البحيرة المتقدة بالنار والكبريت، لان كلنا كمسيحيين ولا واحد خاف على واحد مسلم. لو انا بحب المسلم لازم اقول له حقيقة البحيرة المتقدة بالنار والكبريت وحقيقة الحياة الأبدية. احنا مش خايفين على المسلمين، احنا خايفين على انفسنا، خايفين على فلوسنا، خايفين على اولادنا، خايفين على بلدنا. لكن المسيح بيقول انا خايف على 6 بليون في الارض
والشعب اللي بتاعي المفروض يبلغ الرسالة وينسى موضوع أكل العيش والشرب والنوم، وربنا هيكمله وكل واحد في مكان عمله. ده في مسيحيين بتخاف تذكر اسم المسيح في بلاد الغربية، في البلاد الغربية مسيحيين لا يستطيعوا ذكر المسيح في أعمالهم. في السعودية كان في ناس ما بتخافش وبتعلن. يا جماعة مطلوب مننا حاجتين: التوبة أولا، ومحدش يقدر يمس شعراي مني. لو أنا مع المسيح لن يسمح المسيح لبني آدم على الأرض ولا حكومة على الأرض تمس شعراي مني. لو أنا مش مع المسيح لكن ابنه وخدت المعمودية، بيضطر يستخدم العالم الحوالية لتأديبي لرجوعي إليه. لو الناس اللي بتطلع في التلفزيونات بتحلل الأمور صح من حقيقة ومن وجهة نظر المسيح، المسيحيين في مصر هيرتاحوا والضغطة تخف بسرعة. وبعدين لازم المسيحيين يعرفوا المسيح عايز مصر والبلاد العربية، ومصر ان المسلمين يطلعوا من ظلمة الشيطان الى النور. وعلى فكرة في رسالة تاني جاية على المسيحيين المصريين: تبشير اليهود بالمسيح، تبشير اليهود ايضا بالمسيح. المعركة اللي بتحصل النهاردة بين فلسطين واليهود دي معركة شيطانية، الشيطان بيدبرها عشان هو مالك على الاثنين. يا جماعة لازم نرجع للكلمة، نرجع للكتاب، نفهم كل ما يحدث في العالم على المستوى العالمي، وافهم كل ما امر به على المستوى الفردي. انا عن نفسي اللي انا بكلمك، لو انا طلعت بره الباب ورجلي وقعت من على السلم ورجلي اتكسرت، انا على طول بسأل المسيح بقول له فيه ايه. فكذلك كل انسان مسيحي في العالم، معروف ان التجربة بتاعت ايوب صرخ للرب قال له فيه ايه، صرخ للرب قال له فيه ايه، ما نسبهاش لا السياسة ولا اقتصاد ولا البيت اتحرق لان العيل كان بيشرب سيجارة فالبيت ولع، ما قالش كده ايوب، قال له انت بتعمل معايا كده ليه؟ يا ريت يا جماعة، وانا عارف ان حضرتك وكل المسيحيين اللي بيطلعوا في التلفزيونات لو حدثت معاهم احداث فردية بيروحوا الكنيسة يصرخوا ويقولوا له في ايه؟ اما احنا في التلفزيونات بنحلل كل الامور، امريكا واوروبا والكونجرس والبيت الابيض بيعمل ويسوي. صدقني وانا بكلمك وانا قاعد في كندا، الحكومة الكندية بكاملها بالبوليس بتاعها كله ما يقدر يمس شعراي مني الا لو المسيح عايز يتعامل معايا بفكرة معينة، عايز يوصل لي رسالة معينة. انا بقول لك لا انا في مصر وانا من سوهاج من الصعيد، ولا في مصر ولا واحد مسلم قدر يمسني، ولا في امريكا ولا في السعودية 7 سنين في السعودية ولا واحد قدر يمسني. الهنا حي، إلهنا جبروت، إله جبروت، ما في بني آدم على صدقني. الستة بليون يا دكتورنا الفاضل وانت قاعد في مكانك، الستة بليون في الكرة المرضية دي ما يقدروا يمسوا شعرايا منك لو المسيح قال نو ما حدش يمسه، لو القنابل الذرية كلها حوطت بيتك لو المسيح قال نو ما حدش هيقدر يمسك. هل تقدر ترد عليا في الحتة دي؟ انا بقول عظيم هو ايمانك، وان المفروض كلنا نبقى كده. الترتيله بتقول انا مصنوع من صخر يسوع الغير قابل للكسر، هو ربنا خلقنا كده، احنا بالخوف بتاعنا والجبن بتاعنا، مع ان اول ايه بتاعت اول كاتيجوري مش هيخش ملكوت السماوات هو الخائفون. فالخوف والجزع وعدم الايمان وعدم الحركه وعدم العمل وعدم استخدام الوزنات هو ده اللي جابنا ورا، مش حاجة تانية. احنا داقوا لحمنا من ايه؟ مجرد ما داقوا لحمنا احنا كان لينا هيبة زمان، كان المسيح ليه هيبة قوية. النهاردة متداق لحمه بيخطفوا بنته اللي عندها 12 سنة ليه؟ لان احنا جابونا عن مواجهة الواقع، تقوقعنا في داخل انفسنا. فهو ده المسج بتاعت النهاردة، لا تقوقعنا في ايه؟ تقوقعنا في ايه حضرتك؟ تقوقعنا في ايه؟ نعم؟ تقوقعنا في ايه؟ تقوقعنا، دخلنا جوه نفسينا بدل مواجهة المجتمع اللي بيعمل فينا الكلام ده. تقوقعنا إلى الداخل، ما صرخناش حتى لربنا
ولا لا عملنا هو اي حاجه، ما هو عملناش السؤال اي نواجهه نعمل تنظيم نواجه ازاي لينا. المجتمع؟ ازاي ما نواجه قلناش المجتمع ليه حضرتك؟ طب المسيح قال حتى لما لطموه قال له لماذا تلطمني؟ احنا ما قلناهاش دي اصلا. ما احنا حضرتك هنرجع تاني، احنا نواجه المجتمع نقول له ايه؟ نواجه المجتمع بإيماننا ونواجه المجتمع بحقوقنا، احنا لينا لا، شقين. حقوقنا. بص، حضرتك خدها من عندي، احنا ملناش حقوق عند المسلمين، لكن المسلمين ليهم حقوق عندنا ان احنا نبشرهم بالمسيح. تاني صحيح هقولها الجمله دي، صحيح، بس احنا احنا ملناش لينا حقوق عند حق المسلمين. المواطنة وحق ان احنا نبشر بدون اعتراض. دي نقطة بس مهمة حضرتك جدا، ما بدأناش ان احنا التبشير. نبشر بدون الاعتراضات الجماعية وحرق الكنائس والكلام ده. ده الكلام اللي احنا نصر عليه. انت فاتح 400 تلفزيون و400 اذاعة و400 وزارة اوقاف وازهر وغيره وغيره، ده غير البلاد التانية اللي معاها بترول ومعاها فلوس. فانت مش مديني فرصة حتى اصرح. لا، بص هي حضرتك حقوقنا ان احنا نبشرهم بالبشارة السارة بص حضرتك لمصلحتهم. حضرتك بص، في كل العهد القديم بنبص نلاقي الرب يسوع المسيح وهو بيختار موسى، هو بيختار موسى بس، بعد موسى اختار يشوع بس، بعد يشوع اختار واختار، ما بيختارش غير واحد. احنا عندنا 4 5 قنوات كفاية، المسيح مش عايز غير ساعتين في اليوم في قناة واحدة تكون كفيلة بتحطيم كل الشيطان في الشرق الاوسط. فانت حضرتك بتطالب دلوقتي ب 50 قناه، لا، ما يلزموش المسيح غير قناه واحده، ومع ذلك في 6 7 قنوات، ومع ذلك حتى الان ما حد فيك يا قنوات يا اللي داخل مصر وخارج مصر جاب سيره شخص المسيح، ولا حد شرح التجسد الالهي، ولا لماذا تجسد العلي، ولا هو فعلا وهم بينا ولو كذب، ولا ايه القيامه بالظبط، وليه المسيح صلب، وليه المسيح تجسد، وليه العلي ما كانش قاعد في كرسي فوق وبعت ملاك من الملاك زي شو دي، هو بيقولوا حاجات كتير. احنا بنقول القنوات، لا احنا قناه واحده كفايه تقول، ومع ذلك لم يقال في القنوات الغربيه اللي هنا ما حد بشر بالمسيح. طب احنا انا عايز اسال حضرتك حضرتك سؤال. اتفضل حضرتك كلمت ويعني كلمت براحتك خالص، اتفضل. في كام واحد زيك كده موجودين والمفروض يتكلموا ويطلعوا في القنوات وينشروا الاخبار السارة دي؟ حضرتك القنوات القائمين عليها حتى الآن بعد إذنك لم يدركوا بعد إنهم حتى الآن ما في قناة تكلمت عن الخالق المتجسد. لا، في قنوات كتير وفي برامج بتتعمل، ويعني انا بدعو ان قنوات كلها تبقى في عندها برامج تبشيرية. يعني القناة هنا عندها برامج، قنوات تانية كتير، قناة ابونا زكريا، قنوات كتيرة جدا بتتكلم عن المسيح. انما النقطة الأساسية انك يبقى عندك دراسة نفسية للمتلقي. انت بتدي المسج دي لمين؟ ولما تقول هتدي المسج لفلان يبقى مذاكره كويس وعارف تدخل له منين، بص وتسمح حضرتك، لا بص، بالمناقشات. احنا ما انا عندنا هنا قناة ديمقراطية تماما، انا حضرتك بتتكلم انا برد عليك، الاستاذ الباشمهندس ايليا موجود، ناس كتير اتكلمت 4 5، في ديمقراطية انا وفي هرد على حرية في حضرتك في الكلام. الحته دي، هو ده اللي عايزينه في القنوات الدينية، يدخل مسلم يسأل نجاوبه بكل صراحة. في انا هرد قنوات على عندنا حضرتك. رشيد وعندنا وحيد وعندنا ابونا زكريا وعندنا ناس كتير بشار في الكلام ده. ويا انا ريت هرد على حضرتك حضرتك وغيرك يبقى عنده برضه الايجابيه والروح دي والمسج تتكرر، لان مش هتنفع من مره واحده، لا لازم طبعا. تتكرر مره واثنين وثلاثه. أنا هرد على حضرتك في حاجة. أولاً المتلقي ده، أولاً لما القناة تبشر بالمسيح الذي سيعمل في المتلقي للكلمة ده الروح القدس، والمسيح نفسه هو اللي عارف قلبه وهتبتدي يلمسه. ولما دخل ماري مرقص مصر، لما دخل ماري مرقص مصر، مصر الفرعونية ذات المعابد اللي الواحد بيقف في معبد إدفو ينبهر ازاي الفراعنة كانوا بيعبدوا آلهة بالطريقة دي وبيقدروا العبادات الإلهية، وفراعنة كانوا أساتذة في علم اللاهوت بالنسبة لهم، هم مش عايز ادخل في هذا الموضوع. فلما دخل ماري مرقص وده راجل غلبان، الأرضية الخصبة بتاعت مصر
في البحث عن الخلود والحياة الأبدية. لم يعاني ماري مرقس في مصر كما عانى بولس وبطرس في روما، لأن الدولة الرومانية كانت دولة تبحث عن الجسدانيات وشهوات الجسد، وعشان كده قتلوا بطرس وبولس. لكن ماري مرقس لما دخل مصر الأرض خصبة كانت لقبول فكرة الخلود والحياة الأبدية. فاللي هيتكلم مش لازم يدرس الإسلام ولا لازم يدرس الهندوسية، ده عمل الروح القدس للمتلقي. والمسيح فعلا قرر بالضغوط العالمية وحيطلع تلاميذ لي قليلين قوي. العالم ده كله هيتقسم دلوقتي مملكتين، مملكة الشيطان ومملكة ابن العلي القدوس الذي أتى من السماء وقال لمريم بعد القيامة: لا تلمسيني لأنك لا تعلمي من أنا. أنا العلي، أنا الخالق المتجسد من أجل خلاص البشر جميعا. عايزين رسالة زي كده، والمسيح مش هيرفع إيده غير لو احنا مسكنا في الرسالة دي، والمسيح هيفضل في القنوات دي لغاية ما يضغط عليها، لغاية ما تتكلم عن الخالق يسوع المسيح المتجسد الذي أتى ليخرجنا من البحيرة المتقدة بالنار والكبريت إلى الحياة الأبدية واستحقاقنا للموت الأبدي. وشكرا. أنا بشكر حضرتك على المسج دي، وياريت برضو حضرتك تدخل في القنوات، أنت عندك خلفية ممتازة من ناحية دينية، ويعني غالبا تكون راجل دين، أنا مش عارف حضرتك راجل دين أو لا، إنما عندك مسج قوية وإحنا بنرحب بيها في القناة هنا، وياريت تدخل باقي القنوات. ويعني الإيجابية هو إن إحنا نغير إحنا وغيرنا، كل الإيجابية عدوى. يعني أنت لما حد يكون بيكح أو عنده برد ويكح في وش واحد أو بتاعي، الإيجابية كده برضه، ونشر الكلمة كده، كل ما تعملها في وش الناس كل ما الناس هيبقى عندها ايجابيه. وفي ناس كتيره محتاره، طب اعمل ايه، طب اسوي ايه، بيكون في مسج بسيطه يقدروا يفهموها ويوصلوها لغيرهم بعديها. فانا بشكر حضرتك وبايدك تماما في الكلام ان يتم تخصيص برامج تبشير واضحه وبسيطه واسئله الف ب من الاول خالص لشرح الايمان، لان احنا بنقرا في التعليقات بتاعت اخواتنا المسلمين ان مش فاهمين حاجة، مغسول مخهم. فلازم تبتدي له من الاول، لما يجي يقول لك هو في ربنا بيدخل دورة المية، هو في ربنا مش عارف ايه الكلام ده، لازم تبقى كلام مبسط 101 الكورس الاولاني خالص. فده عايز موهبة وعايز ناس درسة نفسية ودرسة كلام ده، وفي الاخر طبعا الروح القدس اللي بيتكلم طبعا. انا بشكر حضرتك، والحقيقه انا بشكر القناه كمان انها سمحت لنا بالوقت، والحلقه النهارده كانت حلقه ممتازه. بنشكر كل اخواتنا اللي اتكلموا النهارده واخواتنا اللي سمعوا، وبرضو بنشكر القناه على انها بتحط الحلقات على اليوتيوب، فبنقدر نبعتها لاكبر عدد ممكن ما كانش موجود. بنهنيكوا تاني بان قداسه البابا هيبتدي جدوله المنظم، هيصلي كل يوم حد في المرقصية، وهيرسم كهنة وأساقفة جداد، وهيقول عظة أسبوعية كل يوم أربع. وبنكرر المناشدة إنه يعمل لنا أساقفة، يرسم أساقفة يقدروا يقبلوا التحديات في كندا، ويقدروا ينموا العلاقات اللي موجودة، ويضموا أكبر عدد ممكن من الشباب والجيل الثاني والثالث والرابع، بدل ما يروحوا في حتة تانية عشان المسج مش وصل لهم. يعني عايزين ناس تقدر توصل المسج بنجاح. بشكر كل إخواتنا اللي استحملونا المدة دي، وشكرا جزيلا للقناة، وشكرا جزيلا للجميع، وتصبحوا على خير.